السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبي الثقلين القدوة ورسول العالمين الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فكل عام أنتم جميعا بخير. أسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام الطيبات المباركات على الأمة الإسلامية، وقد رد إليها كل حقوقها ورفع رايتها في العالمين، وانتقم من كل من يكيد لها من إنس ومن جن، وكتب لها التقدم والرخاء والازدهار، وقربها سبحانه وتعالى منه أكثر.
أكثر وأكثر. ثم أما بعد ففي القرآن الكريم نقرأ قول الله تبارك وتعالى يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعلمنا جميعا من خلف المصطفى، يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والمعنى الإجمالي للعبارة الكريمة من الآية الشريفة أن الله تعالى يقول لرسوله يا محمد ويا كل مؤمن من خلف محمد إلى يوم القيامة نحن جئنا لك في القرآن الكريم بقصص للسابقين عليك الذين أرسلوا إلى أممهم، ونوضح لك في ذلك القصص مدى معاناة المرسلين مع الأمم ومدى استبداد الأمم وعنادهم تجاه دعوات المرسلين. نحن نخص ذلك كله عليك وعلى أتباعك إلى يوم الدين لتتعلم أنت أولا، وليتعلم كل تابع لك إلى يوم القيامة أن راية الحق لا ترفع بسهولة، وأن منطق العدل في الأرض لا يمكن أن يسود والناس في بلهنية واسترخاء وراحة، إنما لابد أن تقوى الهمم وأن تتثبت الأفئدة وأن تتيقظ الأذهان لكي تقاوم شرور الباطل والكفر ليستقر أمر الإيمان وتعلو رايته في العالمين. هذا هو المعنى الإجمالي للنص الكريم. آخذ هذه الآية بمعناها أو هذه الجملة من الآية بمعناها مدخلا لما أريد أن أعيش مع حضراتكم فيه في هذا اللقاء. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الفداء. هذا يوم الأضحى لأننا نضحي فيه، وهذا يوم الأضحى في الأصل لأن حجاج بيت الله الحرام يضحون فيه أي يبرزون إلى الشمس وهم يرجمون إبليس وهم يحرقون وهم ينحرون ثم ينطلقون إلى الطواف. وهذا يوم الفداء لما سنعيشه الأهل. كان أبونا إبراهيم عليه السلام قد تزوج قبل ابنة عمه سارة وأنجب منها كما يقول الأثبات من المحققين، لكنه مال إلى أن يرتبط بابنة عمه، فحقق له الله عز وجل أمنيته وهو جل شأنه من قذف محبتها في قلبه. كانت سارة ضرورة من الضرورات لحياة الخليل في تلك الحقبة من رحلته العمرية.
أراد الله عز وجل ألا تنجب سارة طويلة، فلما مر بها على كنانة الله في أرضه مصر، وحاول طاغية من نماذجها جمع نمرود، حاول أن يمسها بسوء، فشدت يمينه مرات ثلاثا وهو يطلب العفو منه فتعفو، ففي الأخير ارتبع ورعوع، وأيقن أن وراء هذه السيدة سرا، فأهداها واحدة من بنات مصر هي هاجر أم إسماعيل، أخذتها وانطلقت مع الخليل عائدين إلى ديارهما، والفتاة المصرية في صحبتهما. يروي الرواة أن نور السعادة كان يتفجر به وجهها، وأن الخليل كان مسرورا لأن الملك أهدى زوجته، وأن سارة كانت تنظر إليها على أنها ابنتها وليس على أنها مهداة لتكون وصيفة أو خادمة. وصلوا إلى ديارها، ابنة العم دائما حنون أو في الأغلب، قاومت سارة طغيان غيرتها ونبض قلبها بالإخلاص لابن عمها، وقالت له: يا خليل الرحمن، أريد أن أزوجك، لأنها ملكها، عسى الله عز وجل أن يرزقنا منها غلاما تقر به أعيننا جميعا. تحت إلحاح الفطرة البشرية ورغبة الخليل في أن يكون له غلمان، استجاب للعرض، وما أن تزوج إلا وأصبحت هاجر مسكونة الرحم من خليل الرحمن إبراهيم. تمر الأيام صراعا وتلد سيدنا إسماعيل جد العرب المستعربة الذين منهم أشرق نور الأمير الخاتم صلى الله عليه وسلم. السيدة سارة بمجرد أن حملت هاجر ورأت بشريات الحمل على مظهرها اشتدت بها الغيرة، شاء الله أن تحمل في إسحاق، وضعت هاجر الجنين فتضاعفت الغيرة، فطلبت من الخليل أن يباعد بينهما. عاش الخليل لحظات بين دافع يدفعه لتنفيذ رغبة امرأته ومانع يمنعه عن هذا التنفيذ، أما الدافع فهو حبه لزوجه وإحساسه أنه أبوها وأخوها قبل أن يكون زوجها، وأما المانع فهو ما تستشعرونه جميعا من مدى ارتباط ذلك الوالي الشيخ الكبير بطفله الرضيع الذي لم يمض من عمره سوى أيام قليلة.
لكن جاءه أمر من الله: خذ المصرية وابنها واذهب بها إلى بيتي في مكان كذا فأكمهما هنالك وعد إلى ديارك. وقد كان لن نعرج على ما دار من حوار بين هاجر وبين إبراهيم، وإنما سنقفز قفزة لنقول إنه كان يأتي في العام مرة أو أكثر ليزور هاجر والرضيع حتى قوي أوصاله وتحسنت خصاله ووصل إلى سن 13 من عمره. هو ولد للخليل وعمره 86 عاما. عند 13 كان عمر الخليل 99 عاما. ويذكر آخرون من المؤرخين أنه ولد للخليل وعمر الخليل 73 عاما. معنى ذلك أنه بعد 13 عاما سيكون عمر الخليل 86 عاما. أنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي لقوة أدلته. عندها كان الخليل في غابر الزمن لما بشر زوجه سارة بأنها ستلد، رغم أن زوجها عجوز وهي عقيقة، فصكت وجهها وامرأته قائمة، فصكت وجهها ضربت خديها بيديها ضربة المتعجب المنتهي وقالت: عجوز عقيم، أي زوج عجوز وامرأة عقيم، لكنها قدرة الله سبحانه وتعالى. لما بشرت تلك البشرى وسمعها الخليل فقال: غلام البدر يكون لله ذبيحا. نذر وكان نذر الأولاد يذبحون تقربا إلى الله في شريعته. هو قال البكر لم يكن ابن سارة، إنما كان البكر ابن هاجر، كان البكر إسماعيل. مرت الأيام صراعا والخليل غافل عن نذره. عندما وصل في زيارة إليه كانت الزيارة تستغرق معهم أياما، يعني يأتي من الأردن أو من فلسطين بعد العبور، عبور نهر الأردن، في أيام ويصل فيمكث معهم أياما ثم يستعد للرحيل فيرحل. في هذه الأيام كانت في أواخر ذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، في ليلة الثامن من ذي الحجة، رأى إبراهيم من يقول له: يا إبراهيم أوف بنذرك واذبح ولدك. فلما أصبح تروى في الأمر، تروى يعني تأنى وتمهل حتى تنجلي الحقيقة، أي نذر وأي ذنب؟ كانت الشيخوخة من جانب والأيام من جانب آخر قد غطت على نذر إبراهيم في ذاكرته.
في ليلة فسمي اليوم الثامن يوم التروية لأنه تروى فرأى ليلة التاسع ذات الرؤيا فلما أصبح عرف أن الأمر جد وأنه من الله فلما نام ليلة العاشر رأى الرؤيا فلما استيقظ عزم تذكر النذر وعزم على تنفيذ الأمر أخذ الغلام وكان ما كان من محاولة الذبح والاستسلام لأمر الله وافتدائه للكبش بإيجاز انتهت القصة الذي أريد أن أعيش معكم فيه هو ما الدروس التي نتعلمها من هذه القصة أولا هي دروس كثيرة لا يكفيها لقاء لكننا سنجتزئ منها بطلائعها بأبرزها الدرس الأول أن الإيمان الحقيقي جوهره وحقيقته الإخبات لله أي الخشوع والتسليم الكاملان لله أيا ما كان أمر الله وأيا ما كان نهي الله الإيمان ليس دعوة الإيمان ليس زعما الإيمان ليس شعارا يرفع الإيمان ليس مظاهر الإيمان جوهر وحقيقة إذا عمرت بها القلوب صار العبد ملكا في صورة إنسان هذا خليل الرحمن سنه فاقت 86 والغلام هو السند الوحيد لأمة في واد غير ذي زر والأم امرأة وجناحها ضعيف فالأنوثة كلها ضعف وهي في مسيس الحاجة لهذا الغلام سنة وحماية ومع الأيام تتقدم سن بنت مصر وكلما تقدمت بها السن كانت في حاجة إلى السند أكثر والراعي للأسرة الزوج بعيد والغلام ناهز المسؤولية وأصبح مرآه على الطريق يسر الناظرين وبخاصة الوالدين كل تلك الأجواء القاتمة كانت تخيم على صدر الخليل والله يأمره بذبح ولده فلم يحفل بتلك الأجواء ولم يعبأ بهذه الظروف وأقدم على تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى أخذ الغلام وانطلق يقول ربنا عن ذلك المشي فلما بلغ معه السعي يعني فلما أخذ الخليل الغلام وانطلق وهو يسعى معه ابتدأ يفاكحه في الموضوع وصمم وقام فعلا بمباشرة أسباب التنفيذ هذا هو الإيمان إن إبراهيم لم يؤمر بأن يرسل ولده إلى معركة قد يعود منها وقد يموت فيها وإبراهيم عليه السلام لم يؤمر بأن يقتل ولده عن طريق سفاح
أو يعرضه للقتل بيده، وإنما إبراهيم أمر بأن يمسك سكينا وبأن يركض ولده ويتده للجبين ويفصل رقبته عن جسده بيده. هذا أشد الأوامر، هذا أقوى الأوامر، هذا أعلى امتحان يتعرض له الإنسان. لو أمر إبراهيم أن يبعث بولده إلى معركة لكان الأمر أهون، ولو أمر الخليل بأن يسلم ولده إلى جبار طاغية لكان الأمر أهون. أما أن يؤمر الخليل بأن يتل ولده للجبين ويتبعه بيده فذلك هو الاختبار بمعنى الكلمة. وصدق رسولنا الكريم حفيد إسماعيل والخليل على سواء، إذ يقول حين سئل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قيل ثم أي؟ قال ثم الأمثل فالأمثل، أي الأشبه بالأنبياء بدرجة 90%، يليهم الأشبه بالأنبياء بدرجة 80%، وهكذا كلما قلت درجة الشبه بين الإنسان والأنبياء قل مستوى الاختبار والابتلاء. ثم شرح فقال يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن سخن دينه يعني كان تدينه قويا اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن البلاء لا يزال يصيب الرجل حتى يمشي على وجه الأرض ما عليه خطيئة. أقوى بلاء ابتلي الخليل إبراهيم، ومع ذلك نجح وهم بالتنفيذ لولا أن فدى الله الغلام. الدرس الثاني الذي نتعلمه من قصة الفداء نتعلمه من كلمات في القرآن الكريم. فلما بلغ معه السعي قال كلام الخليل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بن قوسين يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اقفل الفوز ايها الاخوة المسلمون الاكارم، كلنا او جمهرتنا تظن الوالدية والأبوة خشونة وشدة وغلظة وفظاظة وقسوة وتشنج وعنجهية واستبداد ووحشية. معظمنا يرى الوالدية هكذا، أوامر نواهي عبوس ابتسار في الوجه، وجوه يومئذ باسرة والعياذ بالله. كثيرون يرون الوالدية كذلك، والوالدية من هذه المعاني أبعد ما تكون. الوالدية رحمة ولطف وصداقة وإنسانية وأخوة وحميمية قرقر وعط وراء وشفق وليني وحنان ودف ودعابة ومناطفة. تلكم هي الأبوة. الأبوة سابقة معان كبار وأفق واسع ونظر بعيد ثاقب وقدرة على الإقناع بشدة السبل دون كذب أو تحايل أو تضليل.
هكذا القوة. استمعوا إلى الخليل. طبعا الخليل لم يحدث ولده بالعربية، وإنما ما في القرآن هو كلام الله المترجم لكلام إبراهيم. والعربية حين تترجم الكلام الآخر لا تترجم نصوصا وألفاظا فقط، وإنما تترجم النصوص والألفاظ مصحوبة بالحالة النفسية للمتكلم وبالحالة المخيمة على أجواء الكلام. فلما بلغ معه السعر لم يقل فلما انطلق بعيدا، وإنما قال فلما بلغ معه السعر، يعني لما صار الغلام شابا يفعة يستطيع أن يعاون في الأعمال وأن يتحمل المسؤوليات وأن يقوم بدور الوالد حين يغيب الوالد، كل ذلك يستشعر من قوله بلغ معه السعر. هناك قال أي الخليل يا بني. شوفوا الأبوة كم ممكن يقول له اسمعين أنا ابنك أمرت في المنام من عند ربنا أن أنا أذبحك وأنا عاوز أعوز. ما هو ده اللي حصل، هو أمر أمر ثلاث مرات الأمر أوفي بنذرك واذبح بكرك أو اذبح ولدك بكرك، كلمة التوراة بالفعل واذبح بكرك. فهو أمر بأن يذبح، لم يرى أنه يذبح، أرى أني أذبحه، يعني شفتني ماسك السكينة وبذبح، إنما أمرت في المنام لذبح. الأمر ده أمر واجب النفقات. إني أرى يا بني الأول نداء ملاطفة ورحمة، وناداه بلفظ البنون، لم يقل يا ولد. ولدي تقولها لابنك حين تريد أن يعني وأنت تكلمه تكون مخشوش الوداد، يعني أنت زهقان معه، إنما يا ابني البنون فيها جانب نفسي أكثر، والولدية فيها جانب بيولوجي أكثر. يا ولدي يعني أنا أنجب، يا بني يعني أنت مني قطعة، أنا أبوك وأنت قطعة مني. هذه البنو، والفرق كبير في استعمالات القرآن خاصة. يا بني، وصغر كلمة ابن وقال يا بني، ونسب الابن إلى ذاته. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. حقول العبارتين ووزنك لو قال له يا إسماعيل إني قد أمرت من الله في المنام بذبحك ثلاث مرات، وهذا ما حصل. ولو قال يا بني أنا بشوف كده وأنا نايم إن أنا بذبحك، العبارة دي أسهل على إسماعيل. العبارة الثانية دي بيعرض عليه مشهد شافه في المنام، إنما الأولى بيبلغه بأمر إلهي ثلاث مرات بذبح. وهو الغلام لا مارق ولا متأبلس، ده نبي ابن نبي من سلالة أنبياء، ده أبوه أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم. إن يسمع أنه محمور من ربه بذبح سينطاع بلا شك. لكن الخليل عرض الأمر عرضا لطيفا حكيما. يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، وقال أرى ولم يقل رأيت، لأن ذلك قد استمر مرارا.
وفيها إيحاء للغلام بأنني إن نفذت فستنقطع الرؤى، وإن لم أنفذ فسأرى حتى أنفذ. إني أرى في المنام، وقلمت في المنام تلطيف على الغلام أني أذبحه. ثم أرضف فقال: فانظر ماذا ترى. كأنه يعرض الأمر ويقول له: القرار لك يا إسماعيل، حتى يكون انصياع الغلام أكثر ثوابا، لأنه انصياع برغبة داخلية في تنفيذ أمر الله. هذا هو الدرس الثاني، ليست الأبوة تشنجا. الدرس الثالث: البر لا يبلى. لا يبلى يعني ما بيندمش وما بيقطعش. البر ما بيضيعش. كما تعامل أباك انتظر أن يعاملك ولده، وتلك عداوة مطلقة. وكما تعامل أمك انتظر أن تعاملك ابنتك. هذا خليل الرحمن وهو شاب في مقتبل العمر، أبوه لم يكن يعبد الأصنام فقط، وإنما كان قد أنشأ مصنعا لصناعة الأصنام وبيعها للناس. يعني ربى خليل الرحمن من أثمان المنتجات الصنمية التي يبيعها ليضل عن سبيل الله، لكن إرادة الله أن يكون من صلب أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم. طبعا بالتأكيد سيبدأ في الدعوة إلى الله بأبيه. أبوه كما قلت مش يعبد الأصنام ويصنعها ويبيعها للناس، ومع ذلك وهو يدعوه يقول له: يا أبت، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في كل مرة يقول له يا أبت 4 مرات، ثم يقول الوالد في كلمة العنجهية والفظاظة فيقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرحمنك واهجرني مليا. أترضون أن تكونوا كذلك؟ تلكم هي لغة العنجهية لدى الآباء المستبدين. فيكون رد الخليل وهو يقول: لأرجمن واهجرني مليا، يكون رد: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان لي حفيا. قالها لأبيه مرات 4 وهو شاب ووالده مشرك: يا أبت، يا أبت، يا أبت، يا أبت. اليوم يقولها إسماعيل له وهو في 86، ويهم بذبح إسماعيل. فانظر ماذا ترى. يا أبت، افعل ما تؤمر. انت مش بتشوف انك بتذبحني، انت مأمور انك بتذبحني.
افعل ما تؤمر. لم يقل افعل ما ترى ولكن افعل ما تؤمر. هذه في علم العقيدة التوحيد أمارة من أمارات نبوة إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. أرجع الأمر إلى المشيئة، ليست فتور وليست شجاعة وليس إيمانا، لم يدعي ذلك وليس إقداما على ما يرجو، لم يدعي ذلك وإنما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وحين نوازن بين قول من الصابرين وقول الكليم بعدها ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، نجد أن الذبيح أكثر تواضعا لأنه جعل نفسه واحد من زمرة الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أما الكليم فقد جعل نفسه علما على الصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا. ولذلك صبر الذبيح ولم يصبر الكليم، الذبيح صبر على الذات والكليم لم يصبر على مجرد الانضباط وعدم الكلام والاعتراف. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الدرس الرابع وهو الأخير: أن رحمة الله بنا مرهونة بمدى ذوبان إرادتنا في مرادات الله سبحانه وتعالى. عاوز ربنا يرحمك، خلي الإرادة بتاعتك والرغبة بتاعتك تدوب في إرادة الله سبحانه وتعالى. امتى؟ قال: وفديناه بذبح عظيم لما تحقق فلما أسلم، أي أسلم الوجه لله في الطاعة المطلقة وتله للجبين كبه، وناديناه أن يا إبراهيم انت نجحت، عملت كل اللي عليك، قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين. وبعدين بيعقب: ان هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الحقيقي الكاشف عن عمق الايمان، وفديناه بذبح عظيم. تحققت الرحمة الإلهية بالذبيح والخليل لما ذابت إرادة الذبيح والخليل في مراد الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، أو كما قال: ادعو الله السجد. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم فضلا والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الكرام، الدروس من هذه القصة، قصة الفداء، فيها حقا ما يثبت الفؤاد، وفيها ومنها نتعلم الكثير والكثير.
يعني لو نحن درسنا من أول قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إلى آخر قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، لو درسناها دراسة أسلوبية تستشف الدروس والعظات والعبر والإعجاز والجمال القرآني لأخذ ذلك منا شهورا في لقاء كهذا اللقاء. أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن من أسباب الأزمة الدعوية لدينا قصر باع الدعاء في اللغة العربية بكل علومها وبخاصة فقه اللغة، وإننا لكي نجدد ونطور ونبتكر في صناعة خطاب ديني، الخطاب الديني صناعة لكي نطور ونبتكر ونجدد ونبدع في صناعة خطاب ديني في أعلى درجات الجودة، الطريق إلى ذلك لابد أن يمر بالضلاعة والقوة في العلوم الحاكمة من علوم اللغة العربية، ولابد من قراءة كتب الأدب للمنفلوط وللرافع ولمحمد المزالي وليوسف القرضاوي ولهؤلاء الأفذاذ والأطباء من أصحاب الفكر السديد. أنا لا شأن لي بالتوجهات السياسية أن يكون لبعضهم موقف سياسي مرفوض من وجهة ما، هذا شأنه، إنما الدراسة الدينية والأدبية التي خلفها هؤلاء وأمثالهم كثير لا شأن لها بمواقف سياسية إطلاقا، وأقولها من فوق المنبر. جميع الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه الممتازة كانت تلك الكتب وما إليها مراجع ومصادر رئيسة في كل رسالة وفي كل منجز. أريد في كل قرية كتاتيب لتحفيظ طفولة القرآن من سن الثالثة والنصف، وأريد للدراسة في الأزهر أن تعود إلى عهدها الأول. فما أصبنا بالأنم من الدراسة في الأزهر بالمناهج الأولى، وما وهب منا العظام ولا تضعضعت منا القوى، نحن في خريف العمر والحمد لله قادرون بدنيا ونفسيا على كل ما نريد وأكثر. من قال إن تلك المناهج عقيمة أو تلك المناهج شرسة أو تلك المناهج شديدة أو تلك المناهج مكلكعة؟ متى ظهرت تلك المصطلحات الباهتة التافهة التي تسببت في تخريج أجيال لا تجيد قراءة المصحف من أيها الإخوة المسلمون الكرام، تأديب المسلمين وصناعة المسلم صناعة كما يجب أن يكون لا تتم إلا هنا من فوق المنبر ومن خلال وحي الله الشريف لرسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا،
اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا لخير المسلمين يا كريم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم حببنا في القرآن، اللهم أدبنا بالقرآن، اللهم علمنا بالقرآن، اللهم شفف فينا القرآن، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.